بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره مره تانية. هنتكلم ان شاء الله 4 أيام في الفيديو ده مع بعض عن الاميونو ديفيشنسي ديس اوردرز. في الفيديو الاول خلصنا كلام ترجمه تقدر ترجعوه في البلاي ليست، خلصنا اتكلمنا عن الانترودكشن تو اميونيتي، وبعدين اتكلمنا عن الليمف نود ستراكشر، وبدانا او اتكلمنا عن سكيما عامه كده الاميونو ديفيشنسي ديس اوردرز. في الفيديو ده ان شاء الله نبدا بقى نتكلم على طول عن واحده واحده بالتفصيل كده، عن اسباب التي سيل او مشاكل التي سيل، مشاكل بي سيل، مشاكل بي اند تي اللي اسمها كومبايند تي بي اند تي اميون ديفيشنسي ديسوردرز. يعني ايا يكن بقى الاسباب ديت، هنتكلم عن كل واحد 3 عناوين، يعني كل واحد من دول نتكلم فيه عن 3 عناوين بالظبط. يعني مثلا لو بدانا مع التي سيل، ده اول مثال معانا ان شاء الله، هنتكلم عن الكوز، ايه سبب المشكله، ايه الاعراض اللي بيجي يشتكي منها المريض، وايه الانفستيجيشن، يعني ايه الحاجات اللي اقدر اعملها له، اقدر منها اقول والله التي سيل دي فيها مشكله او ما فيهاش مشكله. طيب اول ديزا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم كده حاجه اسمها دايجر سندروم، ودايجر سندروم هنعرفه باسمه الثاني اللي هو اسمه كونجينيتال ثايميك هايبوبليزيا. كونجينيتال كونجينيتال، الطفل هيتولد بيها، ثايميك يعني ثايمس، الغده او الجلاند اسمها ثايمس، فكركم بالجلاند ديت، دي جلاند موجوده في التشايلد، موجوده في الاطفال وبتختفي مع سن البلوغ. طيب دورها ايه بقى؟ دورها ايه؟ ثايميك هايبوبليزيا يعني مش موجوده ثايمس، يعني طفل موجود من غير الثايمس. ايه بقى مشكله الثايمس؟ التيسل بكل بساطه بتصنع في البون مارو زي ما احنا عارفين، خلايا البون البلاد كلها بتصنع في البون مارو، والليمفوسايت واحده منهم، التيسل ديت ما هي الا تي ليمفوسايت، خلايا من خلايا الليمفوسايت، خلايا من خلايا البلاد. طيب بتصنع في البون مارو، البون مارو بيصنع خليه عمياء، يعني خليه ساذجه جدا ما تعرفش اي حاجه، هي خليه شويه بروتينات كده وخلاص، خليه ساذجه جدا. الخليه دي بقى بتتعلم وبتتعلم الحوارات بقى، وبتتعلم الكلام ده فين؟ في الساينس، بتروح على الجلاند اللي اسمها ساينس الموجوده في الهايد الستيرنم الشيست يعني، وبكل بساطه بتبدا تتعلم ازاي تهاجم الفورين، تتعلم اولا كده بالترتيب، تبدا تتعرف على السيلف انتيجين، تتعرف على الانتيجين بتاعت معاذ، الانتيجين بتاعت فلان، بتاعت علان، كل واحد الانتيجين بتاعته يتم التعرف عليها. التي سيلز اللي في جسمي متعرفه على الانتيجين اللي في جسمي، التي سيلز اللي في جسم محمد متعرفه على الانتيجين اللي في جسم محمد، وهكذا. طيب يبقى الثايموس هي المسؤوله عن الموضوع ده، وكمان الثايموس مسؤوله ان هي تعلم التي ليمفوسايت ان هي لما تشوف انتيجين غريب عليها تهاجمه. يبقى كده التي سيل بقت جاهزه للشغل. يبقى في البون مارو بيصنع، بس مجرد انه بيصنع خليه اسمها ليمفوسايت، شويه بروتينات كده ومتحاضرين بسيل ممبرين، ادى تي سيل، مبروك عليك تي سيل. هل تقدر تعمل حاجه؟ لا، لازم تروح على الثايموس. وبالتالي لو الطفل ما عندوش ثايموس، الطفل ما عندوش اصلا تي سيلز، ما حصلش يعني ايه ديفلوبمنت، او الديفلوبمنت بتاع السيلز بتاع التي سيلز توقف. طيب المشكله دي بتحصل امتى؟ امتى الطفل اتولد من غير سايمس؟ بيحصل بسبب ديفكت في الثيرد والفورث فارينجيال باوتش. نفتكر مع بعض في الامبريولوجي ايه بقى الفارينجيال باوتش ديت؟ نفتكر الفيس كان بيتكون ازاي؟ وجهنا احنا كان بيتكون ازاي؟ في حاجه اسمها فارينجيال باوتش، حاجات كده عامله كده، 4 باوتش كده، 4 تجاويف، 1 2 3، المفروض هنا كمان 1، خلاص. المهم ان التجاوب ديت بكل بساطه بيطلع منها جلاندات بقى، واحده مش عارف منهم بتدي الماكزيلا، وواحده مش عارف بتدي منهم الماكزيلا ريبون، واحده بتدي مش عارف المانديبول والنيك، من الاخر بده الفيس اند نيك، الهيد اند نيك، تمام. طيب فمن ضمن الاجزاء اللي بتتكون السيرد والفوق، السيرد والفورس باوتش دول، السيرد والفورس باوتش دول بكل بساطه مسؤولين ان هم بيتكونوا السايمس، وخدوا بالكم من دي، والباراثايرويد جلاند، يعني الباراثيرويد جلاند كمان هتبقى فيها مشكله في العين ده. عشان كده الاعراض المريض ده بتكون ايه؟ بجانب ان عنده نقص في المناعه، نقص المناعه يترجم لكلمه في الاعراض اسمها ريكرنت انفكشن. الطفل ده من يوم ما اتولد، بركزوا دي، من يوم ما اتولد وعنده مشكله مع اي عدوى، اي دور هواء، مع اي شباك اتفتح يعمل له انفكشن، اي حاجه تعمل له انفكشن. بكمان عنده مشكله مع الكالسيوم، نقص الكالسيوم يعمل له تيتاني. طبعا الناس اساتذه اندوكراين مش محتاج نقعد دلوقتي اتكلم في يعني ايه تيتاني، ويعني ايه ان بقى تيتاني ده عباره عن مصل سبازم بيصيب الهاند وكلام زي كده، لا الكلام ده انتوا كبرتوا عليه خلاص. طيب يبقى بكل بساطه يا ساده الكرام، الكونجنتال هاي ثايميك هايبوبليزي او دايجر سندروم معناه ان الطفل مولود من غير ثايمس، وبالتالي ما عندوش تي سيلز. في حاجه تاخد بالك منها في الطفل ده، ان كونترا اندكيشن الطفل ده طول حياته ما ياخدش ليف اكتينويد فاكسين. ايه بقى يعني ايه؟ او ايه المشكله يعني؟ ليف اكتينويد فاكسين ده بكل بساطه انت جايب الفيروس ومروضه. شفت انت الفيروس، انت ايه شفت انت الفيروس كده لما تبقى شايل سنانه، شفت يقول لك احنا بنجيب الثعابين في الصيدله، يقول لك احنا بنجيب الثعابين وايه ونشيل اسنانها عشان خاطر نستخلص من السم بتاعه، وشفت الحاوي كده. فانت بكل بساطه بتعمل الكلام ده للبكتيريا، بتجيب فيروس مثلا او بكتيريا وايه وتشيل، ومن الاخر تروضه.
وتحطه في ازايز وتديه للناس. ده اسمه ليف اتنيود فاكسين. المشكله في الفاكسين ده ان ممكن الفيروس ده في يوم من الايام يتحور، يحصل فيه ميوتيشن، هو يعمل انفكشن، ففي الطفل ده، في الطفل ده يعمل مصيبه. يعني شفت انت الفيروس المروض ده والبكتيريا انت مروضها وعامل حسابك ان مش تعمل مشاكل في الشخص العادي، تعمل مشاكل في الطفل ده، ما عندوش اميونيتي، خلاص كده سالك كرام. فكونتر انديكيشن طول حياته انه ياخد ليف اتنيويتد فاكسين. طيب ازاي اصلا بشك ان في مشكله، او يعني انا عايز اتاكد ان في دايجر سندروم؟ ايه المشكله؟ اول حاجه هتاكد بحاجتين، ان انا اطمن على التي سيل كاونت، عدد التي سيلز الاقيها قليله، طبيعي التي سيلز البون مره اهو هيصنع عدد معين من التي سيلز، هتروح على الساينس ما فيش ساينس، وبالتالي التي سيلز دي تتكسر وتموت، ما مش طبيعيه، خلايا نون ديفلوبد اماتيور، خلايا تتكسر وتموت. فلاقي عموما في السيركيوليشن، في البريفرال بلاد، في السيركيوليشن بتاع الطفل ده، هل في تي سيلز؟ ما فيش ماتيور تي سيلز وصلت السيركيوليشن، لان الماتيور تي سيلز بتطلع من الساينس، فما فيش ماتيور تي سيلز وصلت السيركيوليشن. عشان كده ليه الواد ده التي سيلز بتاعته عارضه في النازل خالص، على التي سيلز قليل جدا. طب هنا يعني ممكن نقول ايه؟ طب بالنسبه لوظيفه التي سيلز، انا عايز اتاكد برضو انه المشكله عند التي سيلز ان التي سيلز مش شغاله، فالاقي برضو في نقص في الوظيفه، ازاي اعرف الوظيفه ناقصه؟ هننجي الكلام ده بالتفصيل في الاخر ان شاء الله، تفصيل قوي يعني هنعدي عليه تاني، ولكن خلينا نفهم فكرته ونخلص منها. بصوا يا سيدي يا كرام، هعمل ثلاث تيستات، الثلاث تيستات يدوني فكره انه التي سيلز مش شغاله عند الشخص ده. ازاي؟ اول حاجه بجيب ماده اسمها بي اتش اي، مش مشكله اختصارها، انا مش عايز احفظها، انا كنت قرات اختصارها ونسيته ومش لازم اقراه تاني. عموما البي اتش اي دي ماده بكل بساطه فكرتها هي ان هي بتعمل ستيميوليشن للدي ان ايه، بتحفز الدي ان ايه بتاع البكتيريا الخليه. انا بكل بساطه انا بجيب زي طبق كده اهو، خلينا نتخيل التجربه كده، طبق واحط فيه الخلايا بتاعه التي سيلز واحط عليها البي اتش اي بطريقه ما، المفروض ان اتوقع يحصل ايه؟ الدي ان ايه بتاع الخلايا ده هيحصل له ستيميوليشن، وبالتالي الخليه تكبر في الحجم. تخيل كده خليه تم حصل ستيميوليشن الدي ان ايه بتاعها، فالدي ان ايه بيكبر وبينمو، فالخليه تكبر في الحجم. فالمفروض الطبيعي ان انا لما باجي في، لو في شخص طبيعي الاقي الخلايا كبرت، الاقي الخلايا كبرت. طب لو الطفل ده اصلا الخلايا عنده التي سيلز اللي عنده في جسمه اب نورمال، خلايا اماتيور ما عندهاش على الساينس، خلايا مش طبيعيه. تمام؟ اجي بكل بساطه اعمل التيست ده الاقي الخلايا ولا بص ولا كاني عملت اي حاجه، ولا تستجيب ولا تكبر ولا اي حاجه، ده سميه ايه؟ ديكريز ريسبونس تو بي اتش اي، او ديكريز البي اتش اي ريسبونس، انه ما فيش استجابه للبي اتش اي. ده معناها ايه بقى؟ ترجمه ايه؟ نقص الفانكشن بتاعت التي سيل، التي سيلز مش شغاله. تمام؟ ده اول حاجه. تاني تيست ممكن اعمله بكل بساطه ان انا اعمل ايه؟ هي وظيفه التي سيل في جسمنا، من ضمن التيستات اللي مسؤوله عن ان هي تختبر التي سيل حاجه اسمها الديلايد هايبر سيفتي ريأكشن. ديلايد هايبر سيفتي ريأكشن ده اللي هو ايه؟ شفتوا لما كلنا واحنا صغيرين نروح نطعم مثلا، وبعد التطعيم بيوم او اثنين يبدا يظهر علينا اعراض وجع مكان الحقنه والتهاب، والمكان الحقنه يورم ومش عارف ونسخن وكلام زي كده، ده اسمه ديليد هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. المسؤول الاول عن الرياكشن ده هو التي سيلز. الطفل ده ما عندوش الرياكشن ده، نقص ديليد هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. انا بعمله انا بقى، انا بجيب توكسين او توكسويد يعني، واحطه تحت السكين، احيانا تحت السكين في الطفل ده، واستنى. المفروض ان في خلال 48 ساعه يدي رياكشن، خلال 48 ساعه يدي رياكشن. الشخص ده مش هيدي عنده رياكشن ولا بعد اي حاجه، مش هيحصل عنده الرياكشن ده اصلا. تمام؟ طيب بكل بساطه كمان احنا عندنا من ضمن الحاجات المسؤوله في حاجه اسمها الو جرافت ريجكشن. لو الطفل ده او الشخص ده نقلت له اورجان من شخص ثاني، طبيعي في اي حد فينا، اي حد بيحصل رد فعل من الجسم تجاه الاورجان اللي اتنقل. لو شخص الف اهو، شخص رقم A وده الشخص رقم B، A تبرع لبي مثلا بالكدني بتاعته، طبيعي بي ده بتقوم الخلايا بتاعته تبدا تتفاعل ويحصل رد فعل وتروح تهاجم ايه بدرجه معينه. انا بحاول بس اخر الرياكشن ده، يعني كده هيحصل رياكشن، بس الفكره ان احنا بنحاول ناخره عن طريق بقى التوافق بقى، ونجيب اتنين شبه بعض قوي، وان احنا ندي حاجات توقف المناعه بتاعت الشخص رقم بي وبتاع، ما علينا منها. الفكره وما فيها ان الجرافت ريجكشن طرد الزرع ده، الحاجه اللي انا زرعتها جوه شخص رقم بي، المسؤول عنها التي سيل. في الشخص ده لو حصلت انت نقلت له اورجان، مش هيحصل اصلا ريجكشن، مفيش حاجه تهاجم الاورجان، الخلايا اصلا زي قلتها. خلاص كده سيدي الكرام، يبقى دي بكل بساطه كلمه دايجرس او سندروم اسمها دايجرس سندروم، معناها بكل بساطه ان التي سيلز ما كبرتش، التي سيلز لم تتعلم كيف تصبح تي سيلز. التي سيلز مجرد انها اتصنعت شويه بروتين حواليهم سيل ممبرين وشكرا زي قلتها، ما اتعلمتش ازاي تبقى تي سيلز. ده بكل بساطه يعني تي سيلز لا تعرف هدفها من الحياه، لا اله الا الله. ادي كده فكره الايه؟ الديجورج سندروم.
طيب النقطه اللي بعد كده او الديزيز اللي بعد كده، انا كده خلصت كلام في مين، ركزوا معايا كده، احنا خلصنا كلامنا عن التي سيل، خلصنا كلامنا عن الديس اوردرز اللي بيحصل في التي سيل. تعالوا بقى نبدا نتكلم مع البي سيل. البي سيل فيها اربع سندروم مكتوبين عندنا بيحصلوا في البي سيل، جدول لطيف هنخلص الموضوع منه ان شاء الله. اول حاجه اسمها بروتون سندروم. بروتون سندروم ده بكل بساطه، احفظ اسمها الثاني لو سمحت، اكس لينكد. يبقى يا سلام، يبقى هي بتتورث ازاي؟ اكس لينكد، هنقول على الاكس ماشي، يبقى بتصيب الذكور اكتر وتبقى الفيميل كارير. يا سلام. طيب اكس لينكد انفانتايل يعني ايه؟ يعني هتبدا تظهر في الانفنسي، يعني انفنسي اللي هو ايه؟ اللي هو من سن ايه؟ من سن اللي هو قبل سنه، يعني هتبدا تظهر الاعراض ديت قبل سنه في الطفل ماشي. جاما جلوبولينيا، ما اعرفش انطق جلوبولينيا بالمناسبه، انا هي ما فيش جاما جلوبولين خلاص، انا ما اعرفش انطقها بعضها. جاما جلوبولينيا يعني ما فيش جاما جلوبولين، يعني الشخص ده انا افكركم تاني، البيتا سيل البي سيلز اسف هي مسؤوله عن تصنيع الاميونو جلوبولين، اللي بسميها تاني ليها اسم تاني الجاما جلوبولين، الاثنين مسميات واحده، يبقى اي اميونو جلوبولين او جاما جلوبولين، كل دي مسميات لحاجه واحده. فمعنى ان الشخص ده السندروم دي بروتون سندروم، الطفل ده ما عندوش جلوبولين، ما عندوش اميونو جلوبولين. ايه السبب؟ يبقى بروتون سندروم من اسمها، بس من اسمها انا توقعت الشخص ده ما عندوش ايه، يعني توقعت المشكله اللي عنده. ايه السبب؟ السبب نقص جين اسمه بي تي كي. سيبك من اسمه، هو اسمه ده اسمه على اسم السندروم، اسمها بروتون كاينيز جين، ما عليك من بروتون تيروزين كاينيز جين، انسى الاسم، بي تي كي وجين وخلاص. اعرف يا سلام، اعرف لو سمحت، واعرفي لو سمحت يا دكتوره، هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن البي سيل ديفلوبمنت. ده مسؤول ان البي سيل، مسؤول على فكره بالمناسبه عن الايرلي بي سيل ديفلوبمنت، ان البي سيل اصلا تتكون من الاول خالص. فده لو حصل فيه مشكله تقريبا كاننا بقول ان البي سيل اصلا مبروك يا بي سيل، انت اصلا ما جتش على الساحه، البي سيل ما شرفتش اصلا. فعموما بروتون سندروم اللي بحرف البي هي مشكله في البي سيل نتيجه نقص الجين اللي بيبدا بحرف البي خلاص، اللي بتعمل كلينيكال بيكتشر بحرف البي، بايوجينيك انفكشن. بايوجينيك مقصود بقى بكتيريا. ليه؟ اصل الاميونو جلوبولين مينلي تاثر على يعني مينلي. النقطه الثانيه بعيد ان في اميونو جلوبولين كل حاجه، ده مش صح قوي بالنسبه للمعلومه دي، يعني دي فهلاوه كده بس، قصد المعلومه الثانيه بقى اللي صح جدا، ان الطفل اصلا بيتولد باميونو جلوبولين من عند مامته ماشي، وبيفضل اول فتره من حياته بياخد اميونو جلوبولين من لبن، وبعدين بعد ست شهور من بعد الولاده بيبدا الطفل يعتمد بقى انه يصنع اميونو جلوبولين بتاعته. فالمفروض ان انا عندي ست شهور بدات اصنع اميونو جلوبولين، وحضرتك عند ست شهور بدات تصنع اميونو جلوبولين، والحمد لله كنت كويسه ان مفيش عندك المشكله دي. في بعض الناس هيلاقوا ان الطفل ده مجرد ما خلاص عدى ست شهور ومن وقتها بقى والواد ده ما بيهداش على طول، تعبان، نزلت معويه بقى والتهاب في الاذن الوسطى ومش عارف، يجي له سنه بعد عند سن سنه سنتين كده يبدا بقى التهاب في اللوز كل حاجه. يعني الواد ده من يوم ست من بعد ست شهور اتولد كويس جدا يا دكتور، كان طفل زي العسل، كان اتحسد يعني، راح خالته مش عارف مين مصر حسدته. المهم الطفل ده كان كويس جدا لحد ست شهور، ايه اللي حصل يا ماما عند ست شهور؟ بكل بساطه فاهم الام انه الابن ده بكل بساطه اللي عنده مشكله في تصنيع الاميونو جلوبولين بس، دي كل المشكله. اشمعنى ظهرت عند ست شهور؟ اصل قبل ست شهور كان عنده مخزون من الام يكفي انه ايه، يعدي الفتره ست شهور. طيب عايز اتاكد ان الطفل ده عنده البروتون سندروم، اعمل ايه؟ اعمل انفستيجيشن. اولا تشوف البي سيل، تحاول تعمل تشوف عدد البي سيلز، ما تلاقيش بي سيلز، نو بي سيلز. تحاول تشوف الاميونو جلوبولين، ما فيش اميونو جلوبولين، نو اميونو جلوبولين. الاميونو جلوبولين دي بروتين بنفحص عادي بالالكتروفوريسيس او بالالايزا ايا كانت الطريقه. طيب تحاول يا سيدي انت تعمل تيست من عندك، تجيب انتيجين، تجيب طبق كده انت عندك في المختبر، تجيب البي سيلز بتاعت المريض وتحط انتيجين من عندك، يمكن المشكله في العينه ولا حاجه، فانت تجيب انتيجين من عند انتيجين، اهو مفيش خلاص يا بي سيلز، انت مالكش حجه، مفيش اي ريسبونس للانتيجين، ولا كانه موجود، يعني البي سيلز مش شايفه الانتيجين. انت عايز تتاكد خالص، خد يا سيدي العينه من الليمف نود، المفروض البي سيلز عايشه في الايه، في الفوليكل، في حاجه اسمها جيرمنال سنتر، قلب الفوليكل، مش هتلاقي الفوليكل اصلا، تاخد عينه من الليمف نود مش هتلاقي فوليكل، يبقى مفيش بي سيلز، يبقى ايه، نون ديفلوبد فوليكل، ليمف نود فوليكل. طيب دي كده بكل بساطه بروتون سندروم، سهله ان شاء الله، كلها بحرف البي. بروتون سندروم دي مشكله في البي تمام، تظهر مشكله في البي تي كي جين، بايوجينيك انفكشن، كل حاجه بقى نو، انت ماشي كده خلاص. طيب السندروم الثاني اسمها كومون
variable، اعرف كلمه variable. variable immune deficiency. variable يعني ايه؟ يعني مش كل حاجه ناقصه، عارف بقى ايه؟ هو في نقص شويه بس مش كل حاجه، يعني في شويه حاجات ناقصه وفي شويه حاجات مش ناقصه. variable مش حاجه معينه. دي بتبقى مشكله في الماتيوريشن والاكتيفيشن. مشكله في الماتيوريشن وفي الاكتيفيشن. بصوا يا سادة الكرام، البي سيلز بتصنع في البون مارو وبيحصل لها اكتيفيشن في البون مارو وبيحصل لها ماتيوريشن في البون مارو، ولكن على مراحل. زي مثلا ارجع بكم للسلايد الاولى خالص التجميع بتاعتنا واشاور لكم على حته الاكتيفيشن فين حصلت امتى، يعني فين الاكتيفيشن اللي حصل للبي سيلز في السلايد الاولانيه بتاعتنا. بكل بساطه شايفين لما البي سيلز اهي حصل ارتباط ثنائي مع تي هيلبر 2، الرابطه ده اهي بتاعت سي دي 40 مع سي دي 40 ليجند بتاكتف البي سيل. هو ده المقصود بالماتيوريشن اوف البي سيلز. ده المقصود بماتيوريشن اوف البي سيلز. لما البي سيلز بقى تبدا تغير الاي جي ام والاي جي دي ده وتطلع اجسام مضاده مختلفه، كده حصل ديفرنشيشن او حصل ماتيوريشن للبي سيلز. خلاص كده يا سادة الكرام، هو ده المقصود بالاكتيفيشن والماتيوريشن للبي سيلز. مرحله متاخره شويه، يعني البي سيلز اتصنعت، خد بالكم البي سيلز اتصنعت ولكن حصل مشكله في مرحله متاخره في قصه حياه البي سيلز. فاحنا ايه، خدنا نص الطريق على عكس بروتون. بروتون ده ما كانش اصلا البي سيلز جت معانا. طيب فمثلا تعالوا نرجع تاني هنا، البي سيلز اهي التاني. يبقى كومون فاريبل، فاريبل ليه؟ يعني مش كل حاجه ناقصه، الموضوع يعني في شويه في مرحله ما متاخره شويه حصل نقص، مشكله في الماتيوريشن والاكتيفيشن. اما بقى لا اسباب، يعني مشكله الماتيوريشن دي بتيجي مشكله في الجين المسؤول عن الماتيوريشن بتاع تصنيع البي سيلز، الاكتيفيشن دي مشكله في الانترليوكينز اللي هي السيتوكاينز اللي اسمها كوستيميوليتورز، اللي هو ارتباط بين سي دي 40 وسي دي 40 سي دي 40 ليجاند اسمها كوستيميوليتور. مفيش ارتباط بين الخلايا وبعضها. خلاص طيب ايا يكن السبب ايه، معلم التفاصيل. الكلينيكال بيكتشر مش مستاهله، ريكرنت انفكشن عادي خالص. الانفستيجيشن مبدئيا هتلاقي البي سيلز عادي، البي سيلز اتصنعت، حد ينكر البي سيلز اتصنعت؟ مفيش اي مشكله، وطلعت من البون مارو، طلعت من البون مارو. المشكله ان مش هنلاقي بلازما سيلز. البي سيلز ركزوا معايا، البي سيلز لما يحصلها ديفرنشيشن وتبدا تطلع انتي بوديز بسميها بلازما سيل. ففي الحاله دي مفيش بلازما سيلز، انما في بي سيلز عادي، مفيش بلازما سيلز. طيب ده يترجم ليه؟ يترجم ان انا ما يكونش عندي ليفل عالي من الاي جي جي نو بلازما سيل، دي معناها ان اجسام مضاده قليله نسبيا، فلاقي ناقص الاي جي جي وناقص الاي جي اي وناقص الاي جي ام، تقريبا معظم الميونوجلوبولين مش موجوده، ناقصه، ناقص تصنيعها. كمان لو انا حبيت اتاكد وجبت البي سيلز بتاعت العيان ديت وحطها في طبق وحطها عليها انتيجين، مش هيديني اي ريسبونس، مش هتتفاعل معاها تماما. ديكريز الانتيجين ريسبونس، ديكريز الانتيجين ايه ريسبونس. ده كده الكومون فاريبل اميون ديفيشنسي. يبقى التركه هنا بس نعرف لو سمحتم انه نو بلازما سيلز، انما البي سيلز عدد طبيعي. طيب في عندي بعد كده حاجه انترستنج جدا اسمها سيلكتيف. سيلكتيف خد بالك دي كان اسمها ايه، فاريبل ديسلكتيف اميونو ديفيشنسي سندروم. ايه بقى فكرتها؟ ديت سببها مشكله في تصنيع نوع معين من الاميونوجلوبين، هو اميونوجلوبين ايه؟ بس نسال سؤال، اميونوجلوبين ايه موجود فين؟ موجود في اي انبوبه في جسمنا، موجود في اي تيوب. ازاي؟ موجود في التراكيه والريسبيراتوري تراكت، دي انبوبه. موجود في الجي اي تي، ده انبوبه. موجود في الرينال تراكت، ده انبوبه بدأ باليوريتر وتنتهي عند الايه؟ عند اليوريثرا. انبوبه. في اي انبوبه في جسمنا فيها اي جي اي. من الاخر خلينا بقى نتكلم كلام محترم، اي ابيثيليوم لايننج يغطى بالاي جي اي. لو ده تخيلت ان انا كده انا ايه باص جوه البرونكاي، دي البرونكاي اهي، دي الخلايا بتاعت البرونكاي، فالمفروض الاي جي اي ده بيتم بيحصل له سكريشن من خلايا البرونكاي عشان يبقى طبقه حمايه، هنا بنسميه سكريشن الاي جي اي او بنسميه سكريتوري اي جي اي. خلاص بيتم افرازه على سطح الخلايا هنا كلوكال اميون ريسبونس او لوكال اميون ديفنس ميكانيزم، وهو واقف عشان يحافظ على على الجي اي تي، يحافظ على الامسيل يعني على الريسبيريشن، يحافظ على اليورين تراكت وهكذا. فتخيل بقى، تخيل معايا طفل مولود ما عندوش الاي جي اي اللي مبطن الثلاثه دول. الكلينيكال بيكتشر بقى اعراضه، يجي لك بريكرنت ريكرنت انفكشن، بس اي ريكرنت انفكشن يعني اي ريكرنت انفكشن لا، هتلاقيها مركزه في ثلاث اماكن، في الريسبيراتوري تراكت والجي اي تي واليو تي اي انفكشن بالبنت العريض. فيروس بايز انفكشن، جي اي تي انفكشن، يورين تراكت انفكشن. ده بكل بساطه الاعراض اللي هيجي تشتكي بيها سيلكتيف اميونو ديفيشنسي سندروم. طيب انا عايز اتاكد، اعمل ايه؟ اعمل اختبارات. اف دور يا سيدي على الاي جي اي مش هتلاقيه، اعمل تستات حاجه زي الاليزا، حاجه زي الكتروفوريسيس، افصل بالكهرباء ومش عارف ايه، دور على الاي جي اي مش هتلاقي اي جي اي.
طب عايز اتاكد مش ممكن يكون الخلايا البي ليمفوسايت ما عندهاش اصلا كل حاجه، يعني المشكله مش اي جي اي بس، ممكن يكون اي جي اي واي جي ام واي جي جي بكل بساطه، قيس الحاجات الثانيه تلاقيها نورمال. يعني انت هتلاقي نورمال اي جي ام واي جي جي واي جي دي واي جي اي واي جي اف واي جي ان واي جي اس، بس التركه وما فيها الموضوع ما فيه الوحيد اللي ناقص واي جي اي. اي امينو جلوبين نفسك فيه موجود او غير موجود، اخترع انت امينو جلوبين عندك وحط مسميات زي ما انا قلت دلوقتي. الفكره انه مش موجود غير نقص في الاي جي اي فقط، الباقيين كلهم طبيعيين جدا مش فيهم اي مشكله. ده اسمه سيلكتيف اميونو ديفيشنسي سندروم. وده بالمناسبه راجع ليه بقى؟ دي تفصيله مش هنخص مش هروح لها قوي، بس راجع لان اصلا تصنيع الاي جي اي ليه ميكانيزم لوحده. يعني ازاي الاي جي اي بيجي اصلا بيحصل له سكريشن، ده ليه ميكانيزم لوحده. خلاص؟ طيب نكمل كلامنا. الميكانيزم السندروم الرابع في سندروم زي بتصيب البي سيلز هو اخر حاجه، هو حاجه اسمه هايبر اي جي ام سندروم، وده بس محتاجين نتخيله شويه. ركزوا معايا، انا بقول مشكله في البي سيلز وفي نفس الوقت بقول هايبر اي جي ام، يعني الاي جي ام زياده. هو مش المفروض الاي جي ام ده جاي من البي سيلز؟ اه. ازاي في نفس اللحظه اللي بقول فيها ديفكت في البي سيل في زياده في الاي جي ام؟ تخيلوا معايا. وكان ده سؤال منطقي جدا لو حد جه في بالكم دير، لو حد فيكم جه في باله السؤال ده. بكل بساطه مشكله، ركزوا معايا، مشكله السندروم ديت ايه؟ انه في ديفكت في السي دي 4 تي ليجند، الجين المسؤول عن تصنيع السي دي 4 تي ليجند، وبالتالي البي سيلز بتصنع. واتفقت انا في معلومه قلت لكم في الاول احتاجها ودلوقتي مكان احتاجها، ان البي سيلز وقت ما بتصنع عندها جاهز على طول اي جي ام، ما عندهاش مشكله منه، ده بيتصنع مباشره على فكره جوه. يعني مجرد معنى ان في بي سيلز اتصنعت طبيعي يبقى البي سيلز ديت عندها اي جي ام مباشره كده. خلاص؟ طيب فتخيلوا معايا المنظر ده، بي سيلز عندها اي جي ام ما فيش منه اي مشكله. ولكن اللي حصل ايه؟ ان كان المفروض بيجي الارتباط ما بين السي دي 40 والسي دي 40 ليجند بيخلي البي سيلز ديت تديها سيجنال، تديها اشاره، ومنها البي سيلز تبدا تعمل ديفرنشيشن، يعني تبدا تطلع بقى اي جي ام، احنا قلنا اي جي ام اسف، اي جي اي واي جي جي واي جي اي واي جي دي، تبدا تصنع حاجات ثانيه. يبقى خدوا بالكم ايه اللي خلى البي سيلز تبدا تصنع اميونو جلوبولين مختلفه عن الاي جي ام؟ هي الاشاره اللي جات لها من السي دي 40 ليجند. احنا بقى دلوقتي بوظنا سي دي 40 ليجند، وبالتالي ما عادش ديفرنشيشن، نو اميونو جلوبولين ديفرنشيشن. اتاكد ازاي؟ اتاكد ازاي من الحاله ديت؟ بكل بساطه هلاقي زياده من اسمها هايبر اي جي ام سندروم، زياده في الاي جي ام يقابله نقص في جميع الاميونو جلوبولين الثانيه، نقص الاي جي اي والاي جي جي والاي جي اي، كل دول نقصوا ليه؟ لان بكل بساطه ما عادش فيه ديفرنشيشن، ما عادش فيه تصنيع للحاجات الثانيه دي كلها. خلاص كده ما عادوش بيتصنعوا، كل دول بيجوا كمرحله ثانيه بعد الاي جي ام، يعني الاي جي ام بيتوجد وبعدين دول بيتوجدوا. فاللي حصل ديفكت في الخطوه دي بس. يعني البي سيلز صنعت، خدوا بالكم البون مارو اهو، اللي حصل دلوقتي البون مارو صنع خلايا البي سيلز ومشت في الدم، خلايا طبيعيه وعندها اي جي ام طبيعي وجالها انفكشن اتفاعلت معاه في الاول، وبعدين حبت بقى تتحول لبلازما سيل بتصنع اللي هي الاي جي جي والاي جي مش عارف ايه، دي اللي حصل فيه مشكله، الخطوه دي بس اللي حصل فيها مشكله. انما قصه حياتها كلها مش طبيعي. تمام؟ طيب دي اسمها هايبر اي جي ام سندروم، دي اخر سندروم في الكلام عن البي سيلز. ارجع تاني سريعا للسلايد بتاع التجميعه. التي سيلز دايجر سندروم، البي سيلز هي البروتون سندروم، سيلكتيف اي جي ديفيشنسي سندروم، هايبر اي جي ام سندروم، وكومون فاريبل اميون ديفيشنسي سندروم. المفروض بقى دلوقتي نتكلم عن الكومبايند، ايه الديزيز اللي بيكون فيها مشكله في البي سيل مع التي سيل الاثنين مع بعض، يعني مشكله في الاثنين مع بعض. بصوا يا ساده يا كرام، ديت بكل بساطه ده هيبقى رجيم الاثنين مع بعض. خلينا نخلص من الجزئيه ديت سريعا. في عندنا حاجه اسمها سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي، ده مش بيعيش اصلا، ده طفل مش بيعيش، ده طفل بيموت في اول سنه. اول سنه ليه؟ ده طفل عنده مشكله في الستيم سيل. فاكرين الستيم سيل اللي كانت هتحول الاول لحاجه اسمها بي ليمفوسايت وتي ليمفوسايت، الاول بي ليمفو بلاست وتي ليمفو بلاست، وبعدين بيحصل لهم ماتوريشن لحد، شايفين الستيم سيل دي مش موجودة. يعني مش موجوده، في مشكله في الديفرنشيشن اصلا، يعني الموضوع بدا من اوله. ده طفل مولود من غير بي سيل ومن غير تي سيل، ده طفل مولود سلبوته، طبيعي مولود سلبوته، بس قصدي يعني ما فيش عنده اميونيتي خالص. فالكلينيكال بيكتشر بقى انفكشن، بص بقى اي حاجه، يعني لو في يعني اخوه يعمل له انفكشن، اي حد يعمل له انفكشن، فانجل فيروس ماشي، بتاع ده فانجل ماشي، بكتيريال ماشي، فيروس ماشي، اي حاجه، اي حاجه تيجي على بالك اكتبها تعمل انفكشن مفيش مشكله. تمام؟ اخترع بارزات سمعان. طيب الطفل ده بيموت في اول سنه، طبعا في خلال اول سنه ازاي اتاكد؟ ما هو انت مش محتاج تتاكد، انت بكل بساطه هتشوف التي سيلز مش هتلاقيها، يبقى انت هتعمل كده، هتشوف التي سيلز مش هتلاقيها، هتشوف البي سيلز مش هتلاقيها. طب عايز اتاكد، فتروح تتاكد كمان انك تلاقي نتيجه ان مفيش تي سيلز، مفيش سايمس.
السايمس، بصوا يا جماعه هو الموضوع متبادل كده، السايمس بتبقى صغيره في الحجم، ايه اللي بيخليها تزيد لما بتقدر تشتغل على التي سيلز؟ طيب تي سيلز مش موجوده، السايمس مش موجوده، هايبوبليزيا. تمام. طيب في نفس الوقت، في نفس الوقت البي سيلز مش موجود، وده يترجم الى ايه؟ ياخد بالكم التي سيلز مش موجوده ترجمناه الى هايبوبليزيا في الساينس، البي سيلز مش موجوده ده نترجمه الى نو انتيجين ريسبونس، هتطبق حط الخلايا حط عليها انتيجين مش هتلاقي اي ريسبونس، مش هيبقى في اي تفاعل مع الخلايا دي. طيب يبقى كده بكل بساطه السيفير كومبايند اميون ديفيشنسي طفل مولود من غير اي جي ام، من غير بي سيلز ومن غير تي سيلز نتيجه مشكله في الستيم سيلز اصلا. طيب في بعض الكومبايند يعني البي سيلز والتي سيلز بيستخدموا بعض الانزيمات مشتركه بينهم، يعني انزيمات هنا هي نفس انزيمات هنا، انزيم اسمه ادينين دي امينيز وانزيم اسمه نيوكليوسايد فوسفوريليز، مش محتاجين نتكلم عن وظيفتهم بالتفصيل، اعرف بس لو سمحت ان ده مسؤول انه يحول المواد التوكسيك لمواد نون توكسيك، طبيعي نتيجه شغل الخلايا بقى ومناعه وبكتيريا داخله وبكتيريا خارجه في الخلايا البي سيلز والتي سيلز الاثنين، الكلام ده بيحصل في الاثنين، بيتمولد مواد سامه هيدروجين بيروكسيد وكلام زي كده، المواد السامه ديت بنحتاج نتخلص منها، محتاجين الاثنين انزيم دول الادينين دي امينيز والنيوكليوسايد فوسفوريليز، الاثنين دول محتاجينهم من ضمن الانزيمات اللي محتاجينهم علشان يتم التخلص من المواد السامه دي. اذا حصل في اي من الاثنين البي سيلز او التي سيلز نقص الانزيم هينقص في الاثنين مع بعض، وبالتالي تظهر مشكله في الاثنين مع بعض. كومبايند بي اند تي اميون ديفيشنسي. تمام؟ طيب في برضه مشكله او سيناريو ثالث ان يكون في مشكله في السيل ميمبرين. ركز معايا في دي. فاكر لما قلت لك ان التي سيلز مثلا عندها تي سيل ريسبتور، وكان الموضوع كله معتمد ان التي سيل ريسبتور ده يشتغل فهو اللي شغل خليه ومش عارف سي دي 40 لايجن، كان في بروتينات كتير كده، ومش عارف التي هيلبر 1 مثلا عندها طلع انترليوكن، فاكر انت الريسبتورز ديت؟ تخيل بقى ان الخلايا يعني خلايا الليمفوسايت ايا كانت بي او تي مولوده من غير الليمفوسايت من غير الريسبتور دي نسميها ايه؟ بير ليمفوسايت سندروم، الليمفوسايت العاريه، حاجه كده اسم عيب جدا، اسم عيب قوي الصراحه. بير لينفوسايت سندروم دي سندروم بيحصل فيها بكل بساطه ان الطفل ده مولود او الشخص ده مولود من غير سي دي 4 ومن غير سي دي 8 على السي على الايه على التي لينفوسايت، امال عنده ايه ما تعرفش. تمام. اسف لا اسف معلش مش سي دي 4، من غير ام اتش سي 1 ومن غير ام اتش سي 2 على الليمفوسايت، يعني الليمفوسايت ما حلتهاش اي حاجه تشتغل بيها. خلاص. طيب كمان ممكن يتولد الطفل ده او الشخص ده بمشكله في التي سي ريسبتور deficient تي سي ريسبتور، ده مشكله في السيل ميمبرين، مشكله في ريسبتور على السيل ميمبرين، التي سي ريسبتور مش موجود يبقى بير ليمفوسايت ده مشكله في الام اتش سي، تي سي ريسبتور مشكله يبقى ده مشكله في الام اتش سي، التي سي ريسبتور مشكله في التي سيل من اسمها. ويسكوت الدريش او فيسكوت الدريش سندروم ده بكل بساطه مشكله في بروتين اسمه فيسكوت الدريش سندروم بروتين من اسم السندروم، البروتين بتاع السندروم يعني هو البروتين اسمه كده، البروتين بتاع الفيسكوت الدريش سندروم هو اسمه كده يعني فيسكوت الدريش سندروم، والبروتين اسمه بروتين اوف فيسكوت الدريش سندروم. المهم يعني ده عباره عن ايه؟ اللي ما يعرفش ده عباره عن سيرفيس بروتين، ده من البروتينات الموجوده على السيرفيس بتاع التي لينفوسايت، مسؤول برضه ان مسؤول عن الديفرنشيشن والاكتيفيشن للتي لينفوسايت. مش محتاجين نخوض في تفاصيله اكتر من كده، يكفي بس نعرف انه مسؤول عن دي، هو ليه دور في الجينات وعلى الدي ان ايه وقصه كده في الديفرنشيشن، بس القصد عايز اقول ايه؟ ان ده بروتين، ده في الاخر سيرفيس بروتين، مشكله في السيل ميمبرين. طيب في عندنا اتاكس تلانجكتيزا، والمفروض بالمناسبه ما احطهاش هنا معاهم، يعني المفروض احطها لوحدها، احط رقم اربعه كده لوحدها، وعندهم حطوا مع بعض تقريبا يعني. عموما اتاكس تلانجكتيزا دي مشكله في الدي ان اي ريبير، الخليه عاديه خالص اهي، ولكن في مشكله في الدي ان اي بتاعها، في مشكله في تصليح الدي ان اي، الدي ان اي طبيعي طول اليوم بيحصل اخطاء في الدي ان اي وبتتصلح، اخطاء وتتصلح، اخطاء وتتصلح. الشخص ده عنده نقص في الميكانيزمات بتاعه الدي ان اي، فبيحصل عنده اتاكس تلانجكتيزا، هي بنسميها الاعراض اللي بتحصل، هو نوع عنده اميون ديفيشنسي مع اتاكسيا، اتاكسيا يعني ابنورمال موفمنت، حركه غير طبيعيه، تلانجكتيزا بيكون عنده ابنورمال بلاد فيزلز كده شكلها غير طبيعي على السكان. تمام؟ ده كده بكل بساطه قصه الكومبايند بي انت، اعرف بس اسمها وخلاص، اتاكسيا تلانجكتيزا والاسماء يعني الجزئيه دول بس اعرف اسمهم وخلاص، ما تخش تفاصيل قوي. ماشي؟ طيب دي كده بكل بساطه كان يا ساده الكرام الكلام عن الاميون ديفيشنسي من حيث ثلاث حاجات. ارجع للسلايد اللي هي دي، تي سيلز والبي سيلز والكومبايند بي سيل وتي سيل، مشاكل في التي سيل بس او البي سيل بس او الاثنين مع بعض بي اند تي سيل. كده بكل بساطه اكون خلصت الجزء الثاني برضه من حصه النهارده ان شاء الله، وهنرجع بقى باذن الله رب العالمين الفيديو الجاي او السيشن الجاي نتكلم عن ايه بقى. يعني يعتبر كده خلصنا الكلام الصعب الحمد لله رب العالمين، وخلصنا معظم الكلام الدش يعني او الكلام الثقيل،
بقينا بس نتكلم هل ممكن يحصل مشكله مع الكومبلمنت؟ لو حصل مشكله مع الكومبلمنت ايه هي المشاكل؟ امثله سريعه كده مش هنشرح قوي، هندي فكره بس يعني ايه كومبلمنت اصلا؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الفاجوسايت تؤدي للديزيز؟ ايه المشاكل بعد كده؟ او نستعرض سريعا عن الايدز الاميون ديفيشنسي سندروم اكوير اميون ديفيشنسي سندروم، واخر حاجه نتكلم ازاي اعمل اسيسمنت الاميون ريسبونس. دي كده بكل بساطه الحاجات اللي باين ان شاء الله رب العالمين في الفيديو اللي جاي. كده بفضل الله اكون وصلت انا فين دلوقتي، وصلت خلصت لحد هنا كده ان شاء الله. السيشن الجاي هيبدا لو عندكم اي اسئله اتفضلوا هتقوموا كاتبينها على طول في الايه في بدايه السيشن على طول بالظبط، ممكن 3 4 دقائق اعمل سيف للريكورد ونبدا سيشن جديد ان شاء الله رب العالمين. وصلكم لينك على الجروب، خدوا ريست كده خمسه ونبدا تاني على طول باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.